افتحي تمك عمو، قولي اه. التهاب دوزات مثل كل مرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شو العمل دكتور؟ أنا كم مرة قلت لكم ونبهتكم إنه هالبنت لازمها عملية تشيل لوزات، وإذا ما شلتوهم بدهم يضلوا ينزلوا. مزبوط درتوك، مزبوط دكتور، بس نحن رحنا على المحكمة الشفومي على المشفى الحكومي وقلنا لهم هالبنت هي بالذات بدها لوز شيلات. بدها شيل لوزات. قالوا وقتها شو قالوا يا ربي؟ قال بتسجل جول، بتسجل دور وبعد خمس تسهر وبعد يعني راجعنا. لا والدرتوك اللي بعتنا لعنده قال بده الفت ستة آلاف. بازا كم اللي عم يتعبت؟ قالوا بدهم 6000 ليرة يا دكتور، ونحن الله وكيلك ما معنا منهم 100 ليرة، فمنين بدنا نجيب؟ والله لازم تدبروا حالكم يا أختي، العملية صارت ضرورية إلها، وإذا ما استأصلنا للوزات ممكن هالالتهابات المزمنة تأثر على قلبها بالمستقبل. شو الحكي دكتور؟ بيقلب على أسرها؟ بيأثر على قلبها؟ طبعا ممكن يأثر. طيب ليش هيك طبيبنا؟ يعني سو الشباب شو السبب؟ الله بيعلم. هلا انت كنت ترضعيها وهي صغيره من حليبك ولا ما رضعتيها؟ لا دكتور انا ما قدرت رضعها، ربيتها على حليب البودره. مزبوط عم تحكي مرتي، هديك ستي اللي كانت ترضع اهل الحاره الله يرحمها، وكانوا يقولوا لها على وما اذكر دكتور يقولوا لها امبز مدري امبزين، والله ما يعني ما بتذكر مزبوط. وايه وكان حليبها يدلق دلق خزيت العين، يعني كان في كتير خير من زمان، كتير مو مثل بزاز هلا البيت. خلاص ليش هالحكي هلا؟ كيف معليش شو عم نحكي نحن؟ خلي الدكتور يعرف. لا حياء في الدين مو مشكلة جنات نجاة. الله وكيلك يا درتوك يا در، الله وكيلك يا طبيبنا. كان دائما فشها مصدي صدرها مفشي. شو كنت إلا وأنا صغير إلا شو هاتيتي؟ ليش تلي خلاص شو تطلع من تمها حلوة؟ أبو وكيلة كانت تطالع حليب كتير، يعني نافورة، يعني كانت تعمل بالتنكة، قصدي كانت تعمل تنكة باليوم. إيه مدري شو كانت تاكل، والله ما بعرف شو كانت تاكل، يمكن حلبنة وكرسانة وحلبنة. شو كانت تاكل نجاة؟ جلبانة وكرسنة. جلبانة وكرسنة، بس هذا أكل بقر. ايه صحيح، بس الله يرحمها يعني كان درسها طيب، لانه كان لك خلاص هلا نحن بايش وانت بايش؟ ايه دكتور يعني قديش معنا مهلة لنعمل العملية؟ قد ما اسرعتوا بيكون افضل، اما هلا رح اكتب لكم على دواء. ماما؟ نعم. أنا بكرة عندي مذاكرة رياضيات وما درست لحد هلا. معلش ماما أنتي مريضة، بكرة ما رح أبعتك على المدرسة. بس قالت الأنسة اللي بغيب بدها تحط له صفر. لا تقبريني، ما رح تحط لك صفر، أنا بكرة بروح على المدرسة وبقول لهم أنك مريضة. مساء النور. كيفك فافا؟ كيفك بابا؟ منيحة بس راسي عم يوجعني يا بابا. ارضب اضرب انا عليك، ما على شرك قلبي يا حبيبتي، ما على دسسيني. الحمد
الدكتور بيرتفع كثير. ايه والله يا ابراهيم، من وقت ما رجعنا من عند الحكيم وهي عم تقلي قلي. بسيطة بابا، بسيطة ان شاء الله بسيطة. هي تسخين للحمولة، تحميل للسخونة، وهذا الدواء ضد المراجعة، يعني إذا ما بدنا إياها تراجع كتير تاخد منه هذا. وكان معك حق الدواء؟ كل الغلة يلي إجتني من بارح دفعتها. بس وحياة ربي يا وفاء، وحياة ربي يا وفاء كربوجة، ما في شيء بيغلى عليك يا حبيبتي، ما في شيء بيغلى عليك. انت بتعرفي انه انت عمري انت حبيبتي، عمري كله انت يا روحي، بحبك كثير انا. شكرا بابا، انا عم غلبك معي. يلا انا رايح هلا. جنات نجات، بدك شيء انت؟ ما بدك تاكل؟ ما بقدر جنات، نجات ما بقدر لان تاخرت. روح إلهي رزقك بحسنة الصغيرة يا رب. آمين آمين يا أرحم الراحمين يا ربي. آمين آمين. اللهم شوفي نجات، من الروح وياهم من اليوم ورايح. أنا بهالجيبة هي راح أجمع أجرة عملية وفاء، وبهالجيبة هي شايفتيها؟ ايه شايفتها. هون رح احس فيها مصروفنا، رح احط فيها مصروفنا منيح هيك. ما رح يلزمنا شيء، روح انت تيسر على شغلك ودير بالك على حالك، الله معك. يلا حبيبتي بخاطركم. نسيت بوسك حبيبتي وفاء على عافيك القلب، على قلبك العافية إن شاء الله حبيبتي. عمري روحي أنت. الله يعافيك بابا. جاتي أمي حط لك أكل. اهلا وسهلا استاذ ومرحبا. اهلين وسهلين. اهلين تفضلوا استاذ، اهلين وسهلين مرحبتين. هون تفضلوا، خليني السيارة بدري بالها على عيني. ايه على عيني وراسي استاذ. اللهم يا ربي يا كريم، ارزقني حالا ملالا ومالا حلالا من عندك يا رب العالمين، فانت اعلم بحالي وحال طفلتي يا رب. وعدت تتأخرها واحدة ونص، خلص وصلتي. على عيني في دول لعيونة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو اللهم استر علينا وعلى عوائبنا، واستر بناتنا يا رب العباد والعزة. إبراهيم يا إبراهيم، تعشرب كاس الشاي بده في عضماتك. ما بقدر اترك السيارات ابو سليم، مين مناسب منوب. هلا اترك لي السيارات، ما راح تهرب. ولاد الحرام كترانين كثير يا ابو سليم. لك هلا تعال اشرب كاس الشاي، ما راح تخرب الدنيا بهالخمس دقائق. طيب يعطيك العافية. الله يعافيك. شو ابراهيم، شايف الشغل كارج معك منين؟ كارج عندي 16 سيارة هنيك. ايه الحمد لله، الحمد الله لله كريم. رب العالمين الحمد لله. هيك ما نضل واقفين ورا الشبك مثل محبيس. فوت لجوا لنشرب كاس الشاي، تعال. ايه والله منيح اني استفقتني بكاسة شاي حتى دفي عظامي وديني مشتيها. مشتيها.
بعرف لك ابراهيم من شي ساعة قلعت لك هذا الولد الأزعر يوسف يلي بيشتغل بالساحة ورانا. شو هالحكي يوسف اجا لهون وقلعته انت؟ طبعا كان بده يلف كم زبون من عندك تقول له روح روح نطبي ساعتك احسن لك. يقفص عرمه ينصف عمره وشو ما بيسحي على دمه هاد، ليش حاطط نقره من نقري؟ قسما بالذي هو سيدي ومولاي انا ما بيهمني اذا طار من عندي زبون، والله ما بيهمني ابو مليس ابو سليم، بس هلا بنتي يعني مرضانه بنتي، لازم اجمع على اجره العمليه المرض ابو ملي ابو سليم ما في معه ملعبه. اي والله الله يبعده عنا. لك شو هالدنيا يا ابراهيم؟ شو هالدنيا؟ شو هالدنيا؟ ناس عايشه بالعلالي وناس بتشتهي المصاري. سيدي ربك هيك بده سبحانه وتعالى، بس ابو مليس ابو سليم الفقر بيهون قدام المرض. تعرف ابي الله يحرمه الله يرحمه شو كان يقول؟ اسمع اسمع هالجمله يلي بتبدن الشعر يلي بتأشعر البدن. كان يقول الله يستر الفقر بالعافيه. شايف الجمله ما احلاها ابو سليم؟ شايف ما احلاها؟ معك حق يا ابراهيم، لانه اذا مرض الفقير بينفضح. ابي كان فهمان كثير، لا تشوفني انا هيك هذا، بس انا استفدت من ابي، استفدت منه، هو استاذ يعني الي معلمي بهالحياه وخبرته بالحياه، يعني كان يعرف حكم كثير، حكم ونكات، وكان يكتبها بجمع، كان يجمعها بكتاب، وكل ما شاف شخص غبي يحكمه سلخه يصرخوا حكمه. كان يقول لي لو كان الفقر رجالا قتلته، مدري خنقته، والله ما اتذكر، والله ما بعرف، اكيد سمعانا من شيء في الففوس او يعني هيك شيء. تبري عظامي يا حبيبي، نو 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 من الهنا إن شاء الله حبيبي. جنان نجات جيت أنا نجات صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. الله يعافيكي. كيف اليوم؟ طمنيني ان شاء الله احسن. الحمد لله صارت احسن. وخفت السخونه سيترا؟ خفت من شوي لنيمت. ارطب علي، اضرب علي انا ان شاء الله ربي عافيه. امين يا رب. اقرب وقت اختي امسكي هي رزقه امبارح. شو ها؟
بس 130 ليرة. لا لا لسه معي بهي الجيبة كمان، يعني بدك تقولي شي 150 ريلة ليرة، بس هدول عم صمتهم مشان عملية وفاة هون حاطين هون. هات لخبي لك اياهم معي. لا لا خليهم معي، معلش ما راح طالع منهم قرش واحد قبل ما يصير 6000. طيب مثل ما بدك. حبيبي انا جبت لك كعك وحليب مشان طعمهم صغير. ايه على راسي، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. لك ما بدك حبيبي حط لك تاكل. لا 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 انا نحسان كثير هلا وتعبان وبدي نملي شوي. طيب يلا تصبح على خير. بدنا بعتي على المدرسه؟ قلت لك لا تبعتي على المدرسه، بعتيها على المدرسه انت. ايه شفتها صارت منيحه قلت خليها تروح. ما بصير هيك يا مخلوقه، ما بصير. بعتك اياها، بعتك لها للمدرسه جنان بجنان، ما بصير. هي صارت تبكي ما رضيت، قال غابت كثير. تقدر اعظميها بعيد الشر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يلا هانت هانت مسألة. بتعرفي صار معي 4000 ليره. الحمد لله، الله عم يرزقك بحسنة الطفلة المريضة. أكيد أكيد عم يزرقني، عم يرزقني. اللهم لك، اللهم لك الشمد والحكر، الحمد والشكر يا ربي. يلا بخاطرك هلا. وين رايح؟ في شي جنات النجاة؟ انتبه، اليوم عم يقولوا في برد كتير وهوا بارد. في برد؟ أعطيني كان كبوت حتى ألبسه. شو نسيت؟ ما عملته جاكيت لوفاة. ايوه اعطيني لحشتين. يلا بعدين يلا قوم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ. يا مين؟ مرحبا. شو مين منو هذا اللي واقف اول الشارع؟ شو قصدك مين؟ لك في شخص واقف وإلا ما بدون يحط السياره عنده بقى شو اسمه؟ شخص واقف عرفته، هذا اسمه يوسف، غليظ كثير بحب يتصرف انا بفرجيه. تفضل استاذ انت تفضل. غليظ كثير، روح شوفه، روح شوفه. يلا يلا راح شوفه. وين رأي استاذ؟ على ملها الكواكب. خلص صف السيارة هون عندي. شو بدي روح من هون لهنيك مشي؟ قريبة كتير استاذ، بعدين هون أمل لك ترجع بتلاقي السيارة ملمعة تلميع، وإذا بدك بعير لك الدواليب كمان. والله شي حلو شي ظريف. تفضل تفضل لهون. خلي المفتاح بقلبه. كمشتك شو عم تساوي هون ولا؟ شو عم تساوي هون ولا؟ قل لي شو عم تساوي؟ شو عم تساوي يعني؟ ما عم تساوي شيء. لا لا عم تساوي، عم تساوي انت وميت عم تساوي. انت جاي تخطفني زباين مكوى الملاهب مالها الكواكب انت. انا طبعا انت، انا سمعتك عم تقول له للزلمه حط سيارتك عندي وبدوب لك المعايير وبعير لك الدواليب، هيك انت قلت له. واذا انا قلت له انت شو دخلك؟ لك شلون شو دخلني؟ شلون شو دخلني؟ روح من وشي ولا روح من وشي من ساوي ادريكي واذنك اربعه ولا لا انت بدك تساوي ليك. ها
شو بدك؟ عم اقول لك روح روح قبل ما قلت شكف كف على وشك سن لك هرارك شو هر لك سنانك ولا لا رو 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 قبل ما تمرجل رو تعلم الحكي بالاول رو تعلم الحكي خلاص 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 لا تطاول ولا والله 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 العظيم بشمط لك بشمط لك ابنك ها بشمطها شايفها صغيره بشمطها لك انت بشمط ابني يا قسم بالله لو ما كنت اجدي كنت وقفتك عند حدك صحيح انا جد قدك بس مفعول كبيره يا غريبه هلا انت 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 فهمني شو بدك لك شو حمار حمار انت ولا حمار هيك امك ولا ورثتك حمار انت حمار يعني انا اللي بيقرب على ساحتي بخلع رابته لعم يضرب جوزي عيونك ولك لهلا ما عندي الا سيارات بدي اسوي عملية لبنتي شو يعني وانا كمان خاطب وبدي اتجوز ليش لو بدي اتجوز لك العمى شو انك دنبوق بندوق العمى حل عن سمانة بلغ الأرض ولا يخرب بيتك شو سايلك يخرب بيته يخرب بيتها لا شو وقف لك اهلا وسهلا يا بيك اهلا وسهلا تفضل تفضل صف عندي تفضل لا ترد علي يا بيك هالساعه ساعتي لازم الصف عندي انا لا سيدي بس صف عندي انت اشتغل خلاص ولك انت بتطلع انت بتخلص لك حاج عي انت وياه بعد هيك انت وياه بعد هيك شو في يا عوني منو هدول سيدي هدول نواطير سيارات كل واحد بده ياخذنا لعنده هيك لك انا وين محرسك انت ولا هون استاذ انا هون وانت ولا سيدي سيدي انا هنيك قدامك والملاهب قدام ملهى الكواكب روح محاضر الختيار اهلا وسهلا اهلا 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 وسهلا بالبيك تحب امسح لكم السيارة سيدي؟ انت تمسح لي السيارة يا ابو خرعة؟ اضرب انت وغسيلك، ايه ما صار لي ساعتين غاز السيارة؟ انا فكري ادخم ادخم اخدم تعال اقول لك، إذا بدك تخدمني بتدير بالك على هاي السيارة، حقها نص مليون دولار. تعرف قديش؟ نص مليون دولار، يعني بشتريك وبشتري عيلتك ونص حارتكم يا أبو شو قلت لي؟ أبو خرعة يا أبو خرعة تبتش عمين لك نعم نعم كل المحل حسابكم تفضل يا سيدي انا بدي طاوله واحده بس يا شو انا قنوع دائما انك احسن طاوله يا هماش ليك تبوا تفضل تبوا تراك بها طاوله ماشي حالا منيحه شو بتحبوا جبتكم سيدي انا بدي هلا اجيب لي مدام فتون وبس امرك يا سيدنا بس مدام فتون لسه ما وصلت بعرف حكيت معه وقالت لي على الساعه 12 بتكون هون سيدي مدام فتون عندها نمره بملهى الباتومان واكيد اكيد بعد شوي راح تجي عظيم لأنه الملهى تبعك ما بيسوى قشرة بصلة بدونها أمركم هماش بيك أمركم الراقصة فتون فنان كبير كتير كتير على تيمو إن شاء الله فكرني جاي آكل أشرب عندك وبس يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا استاذنا أنا غسلت لك السيارة من برا بس ما قدرت أغسلها من جوا أستاذ الله يعطيك العافية الله معك الله معك أستاذي الله معك الله لا يرمح الله لا يحرم آلك منك ثلاثين ليرة نعمة كريم هاي العشرين لوفاء وعشرة مصروف
لأنه وفاء مريضة تقبر قلبي يا حق. الله يعافيها ويشفيها بجاه 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 الرسول الكريم. هي صار 4,370 ليرة. يلا قربت أكيد لآخر الشهر بيصير معي 6,000. أنا بكرة بإذن الله بأخذ حبيبتي على الدكتور. حبيبتي يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. نحن صرنا جاهزين للعملية. تقدروا تدفعوا التكاليف؟ نقدر نقدر. ليش لحتى ما نقدر؟ صار لي مدة عم صمصم القرش ورا القرش حتى صار معي حق العملية مشان وفوقها الحلوة مشان وفوقها. ألو حسان، جهز لي غرفة العمليات بسرعة. تقربيني تبقريني تقبريني يا حق ما أحلاكي. حبيبتي أنت، حبيبتي حبيبتي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. كيفك عمو اليوم؟ الحمد لله منيحة؟ افتحي تمك لشوف. شطورة. في وجع شي هون؟ يعني أيوة. بتحبي البوظة؟ ايه. على شو بتحبيها؟ عفريز. خلاص هلأ بقلهم يبعتولك على فريز. الله يخلي لكم اياها. دكتور بنقدر نطلع اليوم على البيت؟ ايه بتقدروا، ما في مشكلة. دكتور ما علي إذا بكرة رحت على المدرسة؟ وليش مستعجلة كتير؟ هلأ بترتاحي 3 أيام بالبيت وبعدين بتروحي، منيح هيك؟ أمي. إبراهيم. إبراهيم. نعم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يخليك. الله معك، الله معك أستاذ مهوني. دير بالك تكون الأرض يعني يكون جليد أو مزمتي. 20 ليرة كنت تساويهم 30. شو كان صار؟ جوا بترقصوا الطمارة، بتطمروا الرقاصة بالخمسميات وعلي تبخلوا. ليش؟ شو عمل كريم؟ ايه يا لطيف على هالبرد، شلون بدي اوصل لبيتي باخر الليل؟ يا ريت صاحب هالسياره يوصلني، اكيد لما رح يطلع هو يشوفني رجف رح يوصلني. في مره واحد قلبه من الله وصلني. اهلا وسهلا. تفضل سيد ابراهيم. بتكفي هاي؟ بتكفي وبتزيد. قفل الركش. الف شكر لك يا بي، بس يا ريت تصرفوا لي اياها حتى وزع بجي بجي بجيبتين. طيب وهي واحدة تانية، حط واحدة هون وواحدة هون. تفضل. نفس المشكلة، بدي احط هون اقل من هون. خذ كلهم.
الله يخلينا ياك، الله يعرض سترك إلهي، أي ستر عرضك إلهي. ما قلت لي سيد إبراهيم، حبيبي أنت وين ساكن؟ أنا ساكن يا سيدي بدبر العشعيش، أنا بعيش الدبابير. وين؟ وين هالحي هذا صاير؟ بحياتي ما سمعت فيه. لا عم أقول لك أنا وين؟ بدبر العشعيش هنيك ساكن. تعرف الله عليك، تعرف شرطان هنيك؟ شرطان كهرباء؟ ما عم شو ظريف انت، تقفش اعضابي. بعيد من هون بعيد؟ نص ساعه، رلت ثلاث ارباع ساعه هيك شيء يعني. يا لطيف اطلع، ما يطلع اطلع بس ما بيصير. اعوذ بالله، شو ما بيصير. عودتك هون، تعال حبيبي، تعال جنبي، تعال. أمك ما غنم. أمي شوف شو اللي عملته. خير شوف. شو اللي عملته؟ تعال شوف. تعال شوف. تعال شوف يصير. عم تغشم حالك كمان؟ المراية اللي هون وينها؟ أنا مراية يا سيدي. المراية تبع السيارة اللي كانت هون وينها؟ شو طاسك العمى؟ يا سيدي الله وكيلكم ما خندي عبر. ما عندي خبر. الله وكيلكم يا سيدي. يعني وين راحت المراية؟ طارت؟ ركب له شنحان؟ يا سيدي بيش لي الحف لكم. أحلف لكم. خلاص لك واحد حرامي انت. انا حرامي، انا حرامي. الله وكيلك يا سيدي، انا زلمة درويش على باب الله، ما مديت ايدي لا على مراية ولا على غيرها. عوني مر سيدي، اتصل لي بالعميد هزاع من الشرطة الجنائية. امرك سيدي. سيدي الله يخليك، ما في داعي للشرطة. ماش خلصنا بقى، خلينا نمشي، ترك الزلمة بحاله. فتون لو سمحتي، انت ما دخلك. أنا رجال ما بتنازل عن حقي مهما يكن. المراية بدها تطلع، يعني بدها تطلع. من وين بدي طالعها يا سيدي؟ بتطالعها من محل ما خبيتها يا حرامي. لك أنت من أول ما أجيت وأنت ناوي تسرقني، وعلى شو؟ تعا حط سيارتك عندي، وتعا حط سيارتك عندي. لك هالأفلام وعلي ولا؟ ما بتمر علي حقير. لك أنا مو غير يلي بيعرف شلون بيشتغلوا الحرامية. واحد حرامي، جر لي على الجنائي ولا جر لي، جيبه. خلاص فتون اذا بتريدي. امشي معي لالا. الله يعرض سترك، الله يستر عرضك. انا بعيلتي رقبي، انا برقبتي عيله، وعند بنت مريضه يا سيدي. طول بالك، هماش بيك؟ ايه مالك شايفه فقير ومعتر؟ ولك اخ كل البلا اصلا الفقراء والمعترين. الله يوفقكم، الله يوفقكم، عندي بنت مريضه. طولوا بالكم يا سيدي، طولوا بالكم، والله شغله مو بحرزه. لا سيدي، محرزه ونص، وانا رجال ما تعودت اتنازل عن حقي مهما كان صغير. شو هو سيدنا؟ يا بجيب المرايه اللي سرقها، يا بيدفع لي حق واحد جديده واصليه. والله مو انا بدك تعطسها. الرجال عم يقول انه ما سرق شيء. خلصنا، معناها لازم يدفع لي حق مرايه جديده. وقديش حق المرايه سيدنا؟ 6500. معك 6500 ليرة يا إبراهيم؟ وليه يا حزرة، ما معي شيء، ما معي. سيدي بتسمح لي فتشو؟ طبعا لازم تفتشو. تعال. يا مجاعة، يا مجاعة يا جماعة، ما معي شيء يا أخوان. إذا بتريدوا. لا حرامي ونصر. والله ما معي شيء يا أخوان. إذا بتريدوا. خلصنا بقى هماش، خلينا نمشي بردنا. فتون طولي بالك، هلأ راح تشوف كيف راح تظهر الحقيقة. قليلا شوف، قديش طلع معك؟ مو كتير سيدي، 80 ليرة بس. 80 ليرة بس؟ لك هذا اللي بيطلع حق برغيين. لك فتشو. سيدي أكيد في بالجيبة الثانية معه، أنا متأكد. لا الله وكيلك، ما بعيشي. يا سيدي دخيلك سيدي، صار لي ثلاث أشهر عم لم مصاري بجلسة عملية لبنتي. هي 4500 سيدي. كذاب وحرامي. يا سيدي ليش لحظه كذاب؟ الرشيطة شو كاتب للدكتور؟ كذاب. اسمعوا لا، انا هدول مصاري هعتبرهم حق المراية اللي سرقتها حضرتك وحطيت حقها بجيبتك، فهمان؟ يا جماعة اذا ما مصدقيني، روحوا شوفوا بنتي المريضة بالبيت، كل يوم بينزلوا، عدان بناتها دهنها كل يوم بينزلوا. كذاب. اسمع،
هذول 4500 بقيان 2000 ليرة على 6500 بس ولا يهمك. غيلك يا سيدي. خلاص الله يخليك. الدكتور قال إذا ما عملت لها العملية رح يأثر على قلبها. الله يخليك يا سيدي. شفتي ولا بنتي هلا؟ إلا إنه أبوكي نصاب وحرامي. اطلعي فتون اطلعي. ولا يهمك، دير بالك على حالك. معلم شوفوا المرايه المكسوره. ومن ايمتى انكسرت هاي؟ شو نسيت معلم؟ اليوم بكير لما ابنك المحروس اخذ السياره. اي والله نسيت. يا لطيف يا لطيف، شو صاير عم انسى هالايام. معلمي شو بك؟ شو رأيك بكرة اشتري لك مراية جديدة؟ لك شو بك اجدب انت؟ شو نشتري ما نشتري؟ بتنزل بكرة على مستودعات المؤسسة بتطلع واحدة جديدة وبتركبها. شو فتون خانو؟ شو بك يا حبيبتي؟ ولا شيء. حاسة نفسي عم تخبط وبدي راجع. اي بسيطة. تكون اخذي برد. لا مو برد. معلم يا معلم، صباح الخير. شو يعني ما بدك تاخد اجرة غسيل السيارة؟ خود خود خود. بسيطة ولا يهمك، دير بالك على حالك، الدنيا برد.